أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أسعد الله أوقاتكم. مادة اليوم مادة اللغة العربية الوحدة الثانية، الدرس درس قراءة الحصادة الحديثة. إذن درسنا يتكلم عن الحصادة الحديثة اللي تقوم شو بحصد السنابل، سنابل القمح والشعير. فسنتعرف من خلال درسنا على كيفية قيام عمل الحصادة الحديثة في حصد سنابل القمح أو الشعير. تعرف على درسنا اللي هو الحصادة الحديثة، وهي من الآلات الحديثة اللي تقوم بعمل شو جداً مفيد. طبعاً الفكرة الرئيسية بالنسبة للدرس في المقطع الأول كان فكرته الرئيسية الدور حول مرافقة سعيد أباه إلى الحقول. إذن سعيد رافق أباه إلى الحقول اللي هي حقول اللي فيها سنابل القمح. نعم، فشو شاهد سعيد؟ أول ما شاهد سعيد وتعجب من إيش؟ من عمل الحصادة الحديثة. فمشاهدة سعيد عمل الحصادة الحديثة وكيفية عملها وقيامها شو بحصد السنابل. نعم، وكيفية شو إخراج الحب من السنبلة، هذا كله تقوم به الحصادة الحديثة. بعدين بما أنه هذه الحصادة تقوم بأعمال كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يقوم فيها، فلذلك أصبح إقبال الناس على هذه الآلات الحديثة. وفي عندنا آلات حديثة كثيرة، في عندنا الجرار، في عندنا أيضاً شو كمان الفرازة التي تقوم بفرز مثلاً محاصيل من بعضها الآخر. إذن في كثير من شو الآلات الحديثة اللي تقوم في مجال الحصاد. نعم، فعندي شرح المفردات. ما معنى الحصادة؟ الحصادة هي آلة زراعية حديثة، آلة زراعية ولكنها متطورة وحديثة وتقوم بعمل نعم مفيد وجيد. صمت عندما قال صمت سعيد، أي أنه سكت وتعجب شو من هذا الأمر، نعم أمر الحصادة الحديثة. مريحا سهلا، سابقا كان الحصاد متعبا، أما في وجود الحصادة الحديثة وقيامها بعملها فأصبح شو العمل مريحا في جني المحصول الزراعي، فمريحا يعني سهلا. نعم، ننتقل إلى الاستيعاب والفهم. لماذا أحب سعيد أن يرافق أباه إلى الحقول؟ سبب إيش هو؟ ليشاهد شو حصاد القمح، ليشاهد كيفية حصاد القمح، فلذلك هو أحب شو سعيد أن يرافق أباه إلى الحقول، قلنا ليشاهد حصاد القمح وكيفية قيام وعمل الحصادة الحديثة. ماذا شاهد سعيد في الحقول؟ شاهد الحصادة الحديثة تحصد السنابل. قلنا مهمة الحصادة الحديثة هي حصد السنابل، يعني بمعنى جني السنابل وإفراز شو الحب من السنبلة. نعم، هذه الحصادة الحديثة تعمل ليلاً نهاراً من دون توقف، لأنها شو تتمتع بمصابيح نعم تمكن السائق من شو القيام أيضاً في العمل الليل، نعم بالإضافة إلى النهار، فهي تعمل نعم بشكل دائم ومتكامل. اذكر اسم آلة زراعية حديثة غير الحصادة. ذكرنا أنه الجرار ولكنه لا يحصد القمح، وإنما شو مهمته هو حراثة الأرض. فالجرار هو مهمته شو حراثة الأرض، أي حرثها جيداً. ف
فهذه مهمة شو الجرار، أما الحصادة هي حصد السنابل، والجرار هو مهمته شو حرث الأرض، نعم، أو العمل بها، نعم، فهذا يهيئ شو للحصاد، يعني هو يسبق الجرار دائما عمله قبل عمل الحصادة، نعم، وبالتالي يصبح شو زرعا وبعدين شو سنابل، فتقوم الحصادة بشو بحصد السنابل، نعم نعم، هذه هي إذن مهمة الحصادة الحديثة ومهمة الجرار اللي هو حراثة الأرض. طيب اللغة والتراكيب، هات من المقطع الثاني، في عندي في المقطع الثاني كلمتين متضادتين في المعنى، مثلا تضاد يعني نقول ليل نهار أو مظلم منير، تمام؟ نعم، فهون عندي الليل شو ضد النهار، ضد الليل شو هو النهار، نعم، والعكس صحيحا. طيب في السؤال الثاني، ما هو جمع كل من المفردات التالية؟ جمع حقل، فعندي جمع حقل هو حقول، نعم، حقول السنابل، نعم، سنبلة، سنبلة شو جمعها سنابل، نعم، جمع سنبلة هو سنابل، وجمع مصباح، قلنا الآلة أو الحصادة الحديثة هي مزودة بمصابيح تمكنها من القيام بعملها في الليل، فمصباح مصابيح، مصابيح اللي هو جمع شو مصباح. إذن هذا هو عمل شو الحصادة الحديثة اللي هو درسنا، كان يتكلم عن الحصادة الحديثة. في نهاية الدرس أعزائي طلاب الصف الخامس، نشكركم ونلتقي وإياكم في دروس قادمة إن شاء الله.